ما زلنا مستمرين معاكم وبأول لقاءاتنا لليوم نجيب راح نسلط الضوء على موضوع وايد مهم وأتوقع وايد ناس يعني كانوا ضحية لهالموضوع أو يعرفون أحد فعلا واجه هذه المشكلة اللي هي النصب العقاري، وخصوصا أن السوق العقاري في الكويت واحد من أهم القطاعات داعمة للاقتصاد المحلي في ديرتنا، وأكيد المحافظة على متانتها وحمايتها من المتلاعبين ضرورة ومطلب أساسي. طبعا السوق العقاري حالة حال أي سوق ثاني، في طبعا في الصالحين وفي ضعاف النفوس اللي يبيعون للناس الوهم، يوقعونهم طبعا أيضا يقطونهم شباك النصب العقاري بطرق متقدمة وأيضا محترفة. والحديث أكثر عن هذا الموضوع معنا المنسق العام لتكتل متضررين النصب العقاري وغسل الأموال المهندس حسن البحراني. صبحك الله بالخير، نورنا اليوم. صبحكم الله بالنور، يا هلا، مشكورين على هذا اللقاء، وإن شاء الله يكون لقاء الكل يستفيد منه، سواء بعض الجهات الحكومية اللي اشتغلنا معها وحتى المتضررين أنفسهم اللي اشتغلوا في تكوين هذا التكتل، او حتى المتضررين اللي للحين ما يعرفون شنو يسوون من اجراءات. ان شاء الله. بدايه، شنو النصب العقاري بشكل عام؟ النصب العقاري احنا بشكل عام له عده اوجه وعده مجالات، ولكن النصب العقاري في هذا التكتل هو النصب العقاري الخاضع لقوانين دوله الكويت، اللي عقارات سواء داخل او خارج الكويت وقعت عن طريق شركات كويتية مرخصة من وزارة التجارة، وبذلك وقعوا ضحية مع هذه الشركات، لأن الشركات السليمة اللي تبيع العقار بشكل صح، غير الشركات اللي عندها نية مبيتة لسرقة أموال الناس أو النصب العقاري. فهذه حدود النصب العقاري اللي راح نتكلم عنه اليوم. شلون الواحد ممكن يعرف ان هذه شركه فيها الحدود او هذه شركه لا شركه فعليه ويعني ما قاعد تنصب علينا، خصوصا ان الحين نشوف حتى في السوشيال ميديا الشركه تكون موجوده، يعني مو شركه وهميه، لها كيان ولها شكل كانها شركه فعلا قاعد تقوم بالشغل الصح. فشنو الاشكال وشلون تغيرت هالاشكال؟ نعم، الشركات اللي تمارس اعمالها خارج إطار القرارات الوزارية في وزارة التجارة هي الشركات اللي عليها شبهات، خلينا نسميهم في البداية. فالواحد يثار في الشك إذا في شركة ما تقدم بياناتها المالية لوزارة التجارة طبقا لقرارات وزارة التجارة، شركات تنشأ لمدة سنتين وثلاث وتغير من أوجه وكيانها خلال فترات قصيرة، هذه شركات عليها شبهة كبيرة. الشركات اللي رأس مالها قليل وتبيع عقارات أو تسوق عقارات بمبالغ بالملايين، أكيد لها عدة أوجه، بس بشكل سليم للشركات العقارية أو الموثوقة نقدر نسميها هي اللي تلتزم في قرارات وزارة التجارة، زائد إعلاناتها تكون مرخصة. يعني تشوفت حرص وزارة التجارة مؤخرا أن تنبه الناس أن أي إعلان عقاري لازم يكون مرخص، والناس عشان تعرف الإعلانات المرخصة من غير المرخصة، كل الإعلانات لازم يكون لها رقم ترخيص على هامش الإعلان، سواء كان في الصحف أو السوشيال ميديا. فهذا الفارق، الشركات الملتزمة في قرارات وزارة التجارة هي الشركات اللي ممكن نقول عنها موثوقة وما يثار عنها شيء. بالإضافة إلى حتى بعض الشركات اللي تلتزم في هذه القرارات، هذا ما يمنعها من ترتكب جرائم غسل الأموال اللي راح نتكلم عنها اليوم. جميل. أنا قبل لا أوصل حلي غسل الأموال، أن غسل الأموال يمكن جدا مهمة في موضوعنا اليوم، بما أن احنا بالعقار والنصب العقاري، يمكن في كثير من الناس شرت عقارات برا الكويت. المشكلة أنه يقول لك عربي مثلا، نقول اللهجة أو اللغة في هذه الديرة غير اللغة اللي عندك، فممكن يكون هناك في تلاعب في العقود، او انه ممكن تشوف انت العقود هذه اصلا مو عقود بيع ومشترى، بعد ما تكتشف يعني بعد ما تبي فلوسك، شنو الطريقه اللي انا اقدر استرجع فيها؟ انا دفعت مبلغ ومبالغ كبيره، نقول اراضي، نقول عقارات، نقول عماير الى اخره، لا اخر شيء انت ما لما حتى لما ادخل على هذه الديره مالي ولا شيء، ماكو ولا شيء باسمي، فشلون اقدر هني ارد بيزاتي؟ هو بكل سهولة، أول ما تدفع مبلغك، كل شركة أو كيان تجاري أو كيان عقاري له حساب بنكي معروف باسم هذه الشركة، حتى لو كان شخص، عفوا حتى لو كان لا إذا شخص أفراد، إحنا نختلف، إحنا لا حددت
النصب العقاري الخاص بالشركات جميل. المرخصة، لأن في نصب أفراد دوانية ربع يقعدون مع بعض يتحاططون، واحد يقول لهم بستثمر، لا أنا هني قاعد أتكلم عن الشكل الرسمي اللي شلون أنت ممكن تتعاقد مع شركة رسمية مرخصة، وشلون تعرف إذا هي إجراءاتها سليمة ولا لا، أو تشتبه فيها بغض. فأول أوجه النصب أو الشبهة إذا فرغت هذه الشركات حسابات. فأنت في التقاضي العادي التجاري لو تروح ترفع قضية تجارية عادية على هذا الكيان راح تلاقي حساباتها صفر، أو تلاقي أنه غير عنوان الشركة، أو تلاقي غير كيان الشركة فيغيرها من مسمى خلينا نقول بيض الخعفق إلى فرخ الخعفق. ليش؟ هذا يخلي صعوبة التقاضي الفردي أن أروح أتبع هذه الشركة من عنوان من حسابات وغيرها. الجريمة الثانية هي تفريغ الحسابات، لأن لو صدر حكم تجاري أو مدني على هذا الكيان التجاري والحساب فيه أموال الناس من السهل التنفيذ عليه، ولكن أغلب الشركات اللي عندها نية مبيتة لسرقة الناس فهي ما تخلي الأموال في حسابات الشركة، غالبا قاعد تحولها إلى كيانات خاص غير متعاقد معها عشان تصعب الوصول لها. وهني هي دور إجراءات غسل الأموال اللي راح نتكلم عنها اليوم، وأكيد راح نتكلم عنها بشكل مفصل. وشكرا أنك أعطيتنا يعني نبذة عن أهم النقاط اللي لازم الواحد يحط عين الاعتبار. لكن راح نكمل معك مهندس حسن، بس بنوقف الحين معاكم مع قصة صجية صارت لوحدة فعلا يعني ضررت من عملية النصب العقاري. خلونا نشوف هذا التقرير مع بعض. عاد لكم مجدين مشاهدي الكرام، وطبعا بعد ما سمعنا هذه القصة اللي صارت أعود لضيفي الكريم الأستاذ المهندس حسن البحراني. قالت كلمة يعني المتضررة اللي سمعناها قبل شوي أخذت من السوشيال ميديا مواقع تم طبعا بعد ما شافوا هذه الشركة وإلى آخره اشتغلوا وياها، آخر شيء خذوا ما وراها ودونها. هل السوشيال ميديا خطوة نقول تساعد على النصب العقاري أو على غسيل الأموال بشكل عام؟ هو للأمانة مو فقط السوشيال ميديا، لأن من الفترة 2013 إلى فترة 2017 إلى آخر قرار في إيقاف المعارض العقارية، فالناس مثل ما قلت لك راحت إلى المعارض العقارية اللي كانت متسلسلة خلال هذه الفترة. نعم. بالإضافة إلى إعلانات السوشيال ميديا اللي كانت خلينا نقول تحت نظر. بعد إيقاف المعارض العقارية يعني بعد ما اشتغل وصلنا الصورة إلى جهات الرقابية منها وزارة التجارة، الحمد لله تم إصدار قرار إيقاف هذه المعارض العقارية، لأن الشركات النية المبيتة لها مثل ما قلت أن تأخذ أموال الناس وتهربها إلى جهات غير معلومة. فهني حدود وزارة التجارة الرقابية راح تقف وتنتقل إلى حدود جهات رقابية أخرى اللي هو في تحويلات الأموال اللي راح نطرق عليها إلى منظمة فاتف أو وحدة التحريات المالية. فلذلك إيقاف المعارض العقارية أو إحدى الضحايا اللي قبل شوي تكلمت قالت هي جامعية، وللعلم في التكتل ترى عندنا تخصصات محامين حقوقيين قضاء مهندسين، يعني اليوم الشعب الكويتي ترى شعب مثقف وبدأة علم يعني كبيرة، مو أي واحد ينصب عليه. فلذلك الشركات استغلت الغطاء الرسمي لارتكاب الجريمة الأصلية وهو الاستيلاء على أموال الناس، وبعدها ارتكبت إلى الجريمة الأكبر اللي نسميها التحويلات المالية داخل وخارج الكويت. فلذلك الجريمة مو عادية فقط سوشيال ميديا أو جزء منها سوشيال ميديا نعم، ولكن الجزء الأكبر أن هذه الشركات استغلت الصفة الرسمية لها في الاستيلاء على الناس. هذه جرائم النصب العقاري وغيرها من جرائم يعني يمكن وايد الناس ما يدرون أنها لها علاقة مع قضايا غسيل الأموال أو جرائم غسيل الأموال، وأنت أكثر من مرة قلت أنه لابد نسلط على هذا الموضوع. فشنو علاقة غسيل الأموال في النصب العقاري؟ بشكل جدا مبسط للناس، هي علشان تكون قضية غسل الأموال لازم تكون هناك جريمة، سواء جريمة رشوة، جريمة مال عام، أو جريمة نصب أموال
أو جريمة تجارة سلاح أو مخدرات أي متحصلات لهذه الجريمة وتقع فيها تحويلات مالية إلى جهات غير متعاقد معها بغرض تشتيت الأموال والتمويه علشان صاحب الحق ما يقدر يتقاضى بشكل مباشر. هني وقع في جريمة غسل الأموال، مجرد دخول أموال مجربة إلى المصارف الكويتية وتحويلاتها هني وقعوا في جريمة غسل الأموال. وجزء كبير المبالغ اللي ذكرنا أو ذكرتها الأخت أو حتى راح نذكرها بعد شوي هي مبالغ مو سهلة، قيمة مليار دينار كويتي متحصلات جريمة النصب العقاري لشركات كويتية، وهذه المبالغ لعدد متضررين أكثر من 20,000 متضرر. هذه المبالغ دخلت إلى المصارف الكويتية وتم تحويلها في الداخل والخارج. هني وقعت جريمة غسل الأموال اللي الأفراد ما يقدرون يتبعون هذه الأموال، تقع تحت طائلة الجهات الرقابية منها وحدة التحريات المالية ونيابة الأموال. غسل الأموال أو غسيل الأموال لها تعريف بسيط؟ نعم، متحصلات لجريمة وقعت بغرض تشتيت الأموال وبعدها تجميعها إلى المستفيد الفعلي. زين، هذا تعريف علمي، أبيها تعريف بيني وبينك. تهرب الأموال أنت ما تقدر توصل لي إذا أنا بكتك. إيه؟ ما أخلي الأموال بحسابي وأهربهم إلى حساب آخر. حساب آخر أنت في التقاضي العادي ما تقدر توصل لي. والحساب الآخر يحولها إلى حساب آخر. إلى أن يستقر إلى مستفيد نهائي هذه الأموال. شو الفرق بين النصب العقاري وغسيل الأموال؟ شلون ربطوا بعض؟ شلون ربطوا في بعض؟ النصب العقاري هي الجريمة الأصلية اللي تحصلوا فيها الأموال. حلو. غسيل الأموال هو تحويل الأموال من حساب هذه الشركات اللي الناس تعاقدت معها. نعم. إلى حسابات أفراد وكيانات غير متعاقد معها. فالأفراد لما يقاضون هذه الشركة ويحصلون إلى قضايا تجارية أو مدنية العادية راح يلاقون في التنفيذ أن حساباتهم أصفار. ذكرت الأخت المتضررة توا أن حسابات هذه الشركة أصفار، فمو معقولة ملايين الدنانير وشركات باعت الناس عقارات وحساباتها أصفار. فلذلك وقعت الشركة في جريمة غسل الأموال من تشتيت أموالها إلى جهات غير متعاقد معها إلى المستفيد الفعلي. جميل. والمجرم الحقيقي. شلون تقدر هذه تأخذ حقها الحين هذا؟ إيه؟ الشركة يعني احنا على سبيل المثال يمكن متداول تم القبض على شخص معين أو على الشركة وتم حبسهم، ما راح تطلع إلا لما تسدد أموال الناس. طيب هو ما عنده، يقول لك أنا قاعد بالسجن ما أكل شارب نايم أموري طيبة. إيه؟ مسجون ما عنده مشكلة يعني، لأنه هو أساسا حرامي يعني باقي الناس. طيب شلون فلوس الناس هذه ترد لهم وهو يقول لك أنا ما عندي؟ أبي توضح الجزئية لأنه كثير منا ما يعرفها. إيه، أنا برجع حق سؤالك الجزء الأول بعدين الجزء الثاني اللي مرتبطين. الجزء الأول الناس شو يسوون أو المتضررين شو يسوون؟ بشكل جدا مختصر تجميع هذه العقود والمبالغ وتقديم بلاغ إلى النيابة العامة، لأن قضية غسل الأموال تعتبر قضية جنائية لأمن الدولة، والذي يعني في التحقيق فيها وعنده صلاحية التحقيق فيها هي النيابة العامة، وبالتحديد نيابة الأموال عندها الصلاحية في مراسلة البنوك، عندها الصلاحية في مراسلة الجهات الرقابية وزارة التجارة وغيرها، وعندها الصلاحية في الكشف على الحسابات عشان تعرف هذا الدينار وين راح. وبذلك النيابة العامة هي الخصم أمام الشركات في المحاكم الجنائية. السؤال الثاني أو الشق الثاني، ليش غسل الأموال وليش النيابة العامة هي الخصم وشنو فائدة الناس؟ النيابة العامة بعد ما تختصم هذه الشركات وإثبات أن هذه الشركات حولت الأموال إلى جهات ثانية، بعد الحكم في جناية غسل الأموال إحنا ما ننطر المجرم هو اللي يرد الأموال. أصبحت الدولة والجهات الدولية المتفق عليها في اتفاقية فاتف، هي منظمة فاتف. نعم. الخاصة في وحدات التحريات المالية هي اللي راح تسترجع الأموال بناء على هذه الاتفاقية اللي الكويت عضو من خلال مجلس التعاون الخليجي. يعني نقدر نقول مهندس حسن أن أي مبلغ أو أي فلوس من مصدر غير مشروع يعتبر جزء من غسيل الأموال من كلامك. صحيح. اللي قلته صحيح. أي مصدر غير مشروع تدخل إلى المصارف الكويتية يعتبر وقعوا في جريمة غسل الأموال. وإحنا راح نكمل معك هذه المحاور وهذه النقاط، لكن خلونا نوقف معاكم ونشوف هذا الاستطلاع ونرجع لكم من بعده. عاد لكم من جديد وعدنا في
في موضوعنا وهو نصب العقاري وأيضا غسيل الأموال. يمكن شفنا من خلال هذا الاستطلاع في تطوير من قبل الشركات اللي تنصب أو اللي تغسل. صحيح. كل بين فترة وفترة يطلعون بأمر جديد، كل بين فترة وفترة يطلعون بسالفة جديدة. صحيح. هو يبي يحصل ومهمة أنت. صحيح. طيب مع هذا التطور وياهم، إحنا نملك قوانين كبلد أن إحنا قاعد تحد من هذا التطور مالهم أو تحد من وجودهم بيناتنا كشركات نصب وغسيل أموال؟ صحيح، دائما المجرمين يتطورون أسرع من القوانين، هذا متعارف عليه دوليا. ولكن هل القانون الكويتي، قانون غسل الأموال، قانون جيد وممتاز؟ هذا القانون مستنبط من جهات دولية. نعم. والكويت موقع هذه الاتفاقيات، لو تلاحظون قانون 106 الخاص في غسل الأموال 2013 هي قوانين تم إثباتها في المحاكم الكويتية وتم استرجاع أموال منها أموال عامة. أنتوا أكيد الكل مطلع على قضايا مشهورة، قضية ضيافة الداخلية. نعم. قضية الصندوق الماليزي، قضية القضاء والرشوة، هذه كلها قضايا أدرجت تحت قانون قوي وهو غسل الأموال، واستطاع الدولة استرجاع هذه الأموال. والكل عارف أن الدولة من طبقت هذه القوانين إجراءاتها سليمة، معناتها القانون قوي والإجراءات. تبقى بعض القضايا اللي مثل قانون أو قضايا النصب العقاري، يمكن الانطباع العام أن الجهة الرقابية الوحيدة اللي إلى الآن محتاجين تطوير فيها وقاعد تطور قوانينها هي وزارة التجارة، لأن قوانين ضيافة الداخلية وغيرها خضعت إلى تحقيقات وزارة الداخلية. وزارة التجارة هذه الشركات تطورت في استغلال هذا الترخيص التجاري، في استغلال هذه الصفة الرسمية أن تستغل هذه الكيانات إلى شركات ذات مسؤولية محدودة، سهل فتحها وإغلاقها وتحويل الحسابات منها إلى حسابات غير معلومة. فالناس ما استوعبت شلون تقدم البلاغات، وضاع وقت طويل علينا في الكويت أن الناس تتطور وتحول القضية إلى غسل أموال. ترى في شركات من أيام السبعينات والثمانينات مارست اللي هو البونزي سكيم، اللي هو أخذ من كيسة وعايدة، تعال خل نستثمر، يجيب لي مستثمرين آخرين والمستثمرين الآخرين عوائدهم يعطون المستثمرين الأصليين. هذه كلها تندرج تحت قوانين غسل الأموال. فلذلك اليوم إذا بنطور من إجراءات زيادة راح نطور، مثل ما شفنا أن وزارة التجارة قاعد تحرص الشركات أن تقدم ميزانيات بشكل سنوي، قاعد تحرص على الأفصاح على المستفيد الفعلي، خاصة الشركات المتناهية في الصغر ممكن استغلالها في المستقبل في جرائم كبيرة، متحصلات أموال تدخل لكيانات هذه الشركات متناهية في الصغر وبعدين يتم تشتيت هذه الأموال. اليوم وزارة التجارة قاعد تحرص أنه تعالوا قدموا من هو المستفيد الفعلي من أموال هذه الشركات. ولكن هل عدد هذه الشركات أو القطاعات التجارية مرخصة أن تكون كيانات ذات مسؤولية محدودة أو شخص الواحد أو متناهية في الصغر؟ قانون غسل الأموال جدا صريح وواضح، المعادن الثمينة، الذهب وغيره، العقار، مهنة المحاماة، وبعض المهن الخاضعة أو الشخصيات المعتبرة نسميها الشخصيات الرسمية، الدبلوماسية، الوزراء، الشخصيات الرسمية اللي ممكن تدخل عليهم مبالغ. هذه المهن محددة في قانون غسل الأموال أنها لا تجب أن تقع تحت كيانات صغيرة مثل شركات ذات مسؤولية محدودة أو متناهية الصغر. فلذلك هذه الأنشطة المفروض تطلع كنشاط تجاري من شركات ذات مسؤولية محدودة إلى كيانات تخضع إلى هيئة أسواق المال على سبيل المثال، لأن هيئة أسواق المال هناك شركات مساهمة ميزانياتها تراجع بشكل ربع سنوي، الرقابة الفعلية في الشركات العقارية المساهمة في بورصة الكويت أو تخضع تحت هيئة أسواق المال تكون محكمة أكثر من الشركات أو الكيانات التجارية العادية. وزارة التجارة بعد أصدروا قرار أن يعني ما يصير الإعلان أو التسويق لعقار أو مشروع معين أو عقاري داخل أو خارج الكويت إلا بموافقة وزارة التجارة، ويعني يحتاجون تصريح. فشلون هذا القرار ممكن يأثر على عمليات النصب وغسيل الأموال بعد؟ إحنا الرقابة لأي إعلان تجاري مرخص من عدمه هي لجهات الرقابة في وزارة التجارة، في إيد معنية في الرقابة على هذه الإعلانات. ولكن خلينا نكون واقعيين، اليوم السوشيال ميديا كبير والعالم وايد كبير، شلون تقدر وزارة التجارة أن تراقب جميع الإعلانات؟ فلذلك
أول نصيحة قدمناها في دراسة إلى وزارة التجارة هو خروج هذا النشاط من كيانات تجارية ما لها رأس مال إلا 1000 و2000 دينار. يعني لا يمكن أن أنشأ شركة ذات رأس مال محدود الكيانات التجارية هذه وأسوق عقارات قيمتها تصل إلى الملايين الدنانير سواء داخل أو خارج الكويت. فلذلك هذا النشاط إما بوضع هذه الشركة مبلغ ضمان بنكي يحفظ حقوق الناس المتعاقد معها، أو أن هذا النشاط بكبره يندرج إلى شركات مساهمة لها رأس مال كبير الرقابة في هيئة أسواق المال مثل ما قلنا قبل شوي. نعم، نشوف هذا التقرير اللي أيضا يتكلم عن نفس الموضوع، ومن ثم أيضا عودة راح نعود لضيفنا الكريم. عودة لكم من جديد وعودة في إشراقة كويتية، وعودة لضيفنا الكريم طبعا مهندس حسن. أنا النصب علي، عقاري مو عقاري النصب علي، وفلوسي راحت، وين أتجه؟ كثير من الناس راحت إلى نقول إحنا محامين يقول لك مالك شيء، يشوف قضيتك ويطالعها مالك شيء، لكن تفاجأت ومن خلال كلامك أن لا لك فلوسك ما تروح عليك. طيب عطني الطريق على أساس أن أنا أعرف وين أتوجه. إذا كنت أحد المنصوب عليهم في كيانات الشركات اللي قلت عنها المرخصة والحساب رسمي لهذه الشركات، مثل ما قلت لك تتوجه إلى النيابة العامة في بلاغ تقدمه مع مستندات تثبت أن أنت دفعت لهذه الشركة هذا المبلغ لعقار، واليوم هذا المبلغ مو متواجد هذه الشركة، أو ما عندك علم، لأن بعد ما رفعت القضايا الفردية أو عندك علم أن في ناس رفعت قضايا فردية أصفار حساباتهم أصفار، هني النيابة العامة تحول هذه البلاغ إلى نيابة الأموال المعنية في التحقيقات وتراسل البنوك وتثبت أن هذه الأموال تم تشتيتها وتترافع إلى محاكمة جناية غسل الأموال. هني يدور فرق بين القضايا الفردية وقضايا الجنائية الدولية في غسل الأموال. هناك القضايا الفردية أنت المعني في ملاحقة الأموال، أما قضايا الجنائية في غسل الأموال المعني في ملاحقة هذه الأموال هي الدولة بناء على الاتفاقيات الدولية بناء على حفظ الاقتصاد، أن قضايا غسل الأموال يجب استرجاع الأموال وإرجاعها إلى حسن النية في التعامل، وهو مثل حضرتك إذا كنت منصوب عليك وتعتبر في القانون حسن النية في التعامل لأن أنت ما عندك علم أن هذه الأموال سيتم تحويلها أو تشتيتها. فأفضل طريق لاسترجاع الأموال هو هذا الطريق. جميل، هذا إذا كان بيني وبين شركة. طيب بيني وبين فرد، فرد نصب حتى عليه، حتى الأفراد خاضعين لقضايا غسل الأموال إذا تم إثبات أن هذا الفرد فرغ حساباته وحولهم إلى حسابات أخرى. فلذلك حتى النيابة العامة الدين جميع من استفاد من هذه الأموال أو اتفق مع هذا أن يشتت أموال الناس. على عجالة في الختام أستاذ حسن، شنو المعاهدات اللي لابد أن نسلط الضوء عليها؟ هي أكيد منظمة فاتف الدولية، هي منظمة معنية في وحدات التحريات في العالم. الكويت عضو فاعل من خلال مجلس التعاون الخليجي كعضو في هذه المنظمة، وملتزمة في جميع توصياتها من إجراءات احترازية، من إجراءات في صياغة القوانين لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالإضافة إلى التوصيات الفاعلة في استرجاع هذه الأموال للحفاظ على الاقتصاد. طبعا الكويت خاضعة لتقييم قادم سنة 2025 لجميع إجراءاتها، والوزيرة الدكتورة أمثال الحويلة مؤخرا قعدت مع جميع ممثلين الجمعيات الخيرية. نعم. وحرصت أن الكويت لا تدخل المنطقة الرمادية. شنو يعني لا تدخل المنطقة الرمادية؟ معناتها أي معناتها أن الكويت لازم تطور. نعم. من إجراءاتها الرقابية واسترجاع الأموال، بالإضافة أن الكويت في تقييمها القادم يرفع من تصنيفها الاقتصادي بدال لا ندخل المنطقة الرمادية. وهذا في الختام أنا آسف بس هذه جزئية جدا ضرورية، في الختام هذه القضايا والقوانين اللي موجودة بالكويت جدا شديدة، وبحيث أن الكويت راح تطور من إجراءاتها واسترجاع الأموال خاصة في مبالغ قضايا النصب العقاري، هو جزء من رفع تصنيف الكويت القادم بإذن الله. المنسق العام لتكتل المتضررية النصب العقاري وغسل الأموال المهندس حسن البحراني، شكرا جزيلا لك على هذه التوضيحات وهذه النقاط. شكرا لك. شكرا جزيلا. إذن مشاهدي الكرام فاصل ومن ثم لنا عودة إن شاء الله.